مثل ما كان دائما في تنافس كبير بعالم كرة القدم بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، كمان في تنافس كبير ولسنين طويلة بين السيارتين اللي مع اليوم. الكلاسيكو اليوم بين التويوتا كامري 2018 والهوندا أكورد 2018. يلا خلينا نتعرف أكثر على هالسيارتين ونشوف مين راح تقنعني إنها فعلا ملكة سيارات السيدان المتوسطة لهالسنة. وكالعادة لا تنسوا أن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا آخر تجاربنا دائما. خليني أبدأ بالتصميم الخارجي للسيارتين. مع الكاميرا الجديدة عم تحاول تويوتا تطلع الكاميرا من قالب الممل شوي اللي تعودنا عليه وتعطيها طابع رياضي أكتر، وفعلا بظن أنه نجحوا بهيك، خاصة مع الخطوط الكتيرة الموجودة حوالين الشبك الأمامي الأسود والخطوط القوية اللي عطوها لمقدمة السيارة، ومع الأكزوست الرباعي الموجود ورا والجناح الصغير الموجود على غطى السيارة من ورا، عم نحس أنه الكاميرا عم تقرب أكتر لسيارة سيدان رياضية. ومع هيك تويوتا عم بتحاول انها تبيع السيارة وتقربها لفئة شبابية اكثر. كمان مع الهوندا أكورد 2018 عم نحصل على تصميم جديد بالكامل لكن باتجاه مختلف تماما. فهوندا اتبعت تصميم الفاست باك مع خطوط مستقيمة كتير، مصابيح بالأمام والخلف كبيرة عم تمتد لخارج بودي السيارة لحتى تعطي الأكورد طابع فخامة أكتر، خاصة لما نشوف شكل المصابيح LED الأمامية، وأيضا عطتنا فتحتين للأكزوس من الكروم كبار كتير بالخلف. فعم تحاول هوندا بكل هاي لغة التصميم انه تقرب الأكورد لسيارات سيدان أوروبية، خاصة اذا فكرنا بسيارة مثل الأودي A5 سبورتباك. بداخل الأكورد 2018 لسه عم نحصل على نفس لغة التصميم المستخدمة بتصميم السيارة من برا، مع خطوط مستقيمة كتير، وحتى قلدوا كيف مصابيح السيارة بتطلع شوي برات البودي بفتحات التكييف اللي بنلاقيها بتمتد برات تصميم السيارة من الداخل. وهذا طبعا كله مع هاي الخطوط المستقيمة أعطانا تصميم مختصر وأنيق، وفعلا بيعطيك إحساس بمساحة أكبر بداخل مقصورة السيارة، وعم برجع بذكرني بتصميم سيارات أوروبية كتير، خاصة الأودي، خاصة مع استخدام شاشة اللمس هيك بأعلى التابلو وشكل أزرار التحكم بنظام التكييف. لكن بداخل الكاميرا أنا حسيت أنه التصميم فيه جرأة أكتر، فهي الخطوط المنحنية على التابلو عم تعطيك إحساس بالحداثة أكتر والرياضية أكتر. وبصراحة نوعية المواد المستخدمة كمان بالسيارة صارت أعلى بكتير من أي موديلات سابقة للكاميرا، خاصة هون على التابلو مع مواد طرية وجلد، وعلى الأبواب أيضا بالأمام وبالخلف. بصراحة الأكورد 2018 عم تتفوق على الكامري بنوعية المواد المستخدمة والبلاستيك داخل السيارة، خاصة إذا طلعنا على الأزرار داخل التابلو، وكتير حبيت تدخيل هذا الشيء اللي بيشبه الكاربون فايبر بنسخة الأكورد سبورت اللي معنا اليوم. ولكن لأكون عادل بالمقارنة، البلاستيك الخفيف المستخدم بالأكورد نوعيته شوي أقل من البلاستيك الخفيف اللي بنجده بالكامري، وبالكامري هو مخبأ أكتر، بس بالأكورد عم نلاقيه أسفل التابلو قدامنا هون. مع نسخة الأكورد سبورت 2018 وبسعرها اللي بوصل ل 140 ألف درهم، هوندا ما بخلت أبداً علينا بالتجهيزات داخل السيارة، مع مقدرتك تشغيل السيارة عن بعد من المفتاح، طبعاً دخول السيارة تشغيلها بدون مفتاح، وحتى أن السيارة بتغلق لحالها بمجرد ما أنت تخرج منها. طبعاً عنا نظام ترفيهي مع شاشة لمس بقياس 8 إنش، فيه نافيجيشن من شركة غارمن، نظام اتصال بلوتوث، وأيضاً دعم لأبل كار بلاي وأندرويد أوتو. أما نظام التكييف الأوتوماتيكي الكلايمت كنترول فهو ثنائي المناطق، وطبعاً الكراسي عم بيجوا مع تبريد وتدفئة. أما أمام السائق فعنا عداد السرعة هو عم بيجي عادي، وبعدين في عنا شاشة كبيرة فيها سرعة دوران المحرك، وبمنتصفه عم تظهر معلومات مختلفة تقدر أنت تخصصها عن طريق الأزرار الموجودة على المقود، وأيضا تقدر تخصص المعلومات الموجودة على الهيدز أب ديسبلاي. لكن أهم شيء عم نحصل عليه مع الأكورد 2018 هو شيء بتسميه هوندا
هوندا سنسينج، وهو عبارة عن مجموعة من الأنظمة عم تشتغل مع بعضها لتعطيك قدرة بالقيادة الأوتوماتيكية ممتازة جداً. منعد من هاي الأنظمة نظام إبقاء السيارة بالمسار، نظام تثبيت سرعة تكيفي مع رادار، نظام تنبيهك بأي اصطدام محتمل. هو جيد لدرجة أنه بورجيك بعد السيارة اللي قدامك بالأمتار. وهاي الأنظمة كلها لما تشغلها تماماً كلها بالسيارة عم تقدر تعطيك أنه سيارة الهوندا أكورد بالزحمة توقف تماماً وتقدر تشتغل وتمشي لحالها بمجرد ما يمشي السير مرة تانية. للأسف بأسواقنا حتى الكامري سبورت ما عم تحصل على كل أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة بالأكورد الجديدة، ولكن ما ننسى أنه الكامري عم تنباع بأسواقنا ب20,000 درهم أقل، وعم تيجي بهالتجهيزات كافية لتقدر تستخدمها بالاستخدام اليومي، مثل أنه عندك دخول على السيارة وتشغيلها بدون مفتاح، في عنا نظام ترفيه بشاشة لمس 8 إنش، في نظام ملاحة، في نظام بلوتوث للاتصال، نظام التكييف ثنائي المناطق أوتوماتيكي، وأيضاً عم نحصل طبعاً على شاشة بمنتصف العدادات فيها معلومات مختلفة. ولكن لازم كمان أعترف أنه عرض المعلومات على شاشات الأكورد عم ضل أفضل من طريقة عرض المعلومات على شاشات الكامري كمان. هاي السنة هوندا عملت خطوة جريئة مع الأكورد، فبدل محرك الـ V6 اللي تعودنا أنه نحصل عليه مع الأكورد سبورت عم بيستخدموا محركات تيربو أصغر. فالمحرك اللي عم نحصل عليه مع الأكورد سبورت 2018 هو محرك 4 سلندر بسعة 2 لتر عم بيولد 247 حصان و 370 نيوتن متر، طبعاً مع محركات التيربو عم تحصل على عزم أعلى شوي خاصة بحزم سرعات دورات المحرك المتوسطة. وطبعاً لأنه المحرك أصغر فالسيارة عم تيجي أخف، وكمان هوندا اشتغلت على بعض قطع السيارة لتخفف من الوزن، فمثلاً غطى السيارة اللي قدام مصنوع بالكامل من الألمنيوم. وللمقارنة الأكورد سبورت عم تيجي أخف من الكامري ب 42 كيلوغرام. طبعاً هذا المحرك عم بيجينا متصل بجير أوتوماتيكي من 10 سرعات، طبعاً الحمد لله إنه مش CVT، لا تخافوا. وبصراحة مع إنه هو محرك أصغر ما بعرف ليش حبيت صوت محرك الأكورد لما تحاول تتسارع بالسيارة أكثر من محرك الكامري. خليني أسمعكم إياه شوي. فعلاً صوته كتير حلو هذا المحرك، بيعطيك حماس بقيادة السيارة خاصة لما تحسوا وتسوقوا هاي السيارة وتجربوها وتعرفوا انه تعليق السيارة وحتى مقود السيارة عم بيعطينا احساس رياضي اكتر من الكامري. وطبعا مثل الكامري عم نحصل على 3 وضعيات مختلفة للقيادة، كمان عم بتغير من وضعيات الجير والمحرك وقدي عم بتفاعل معك عند القيادة على حسب وضعية القيادة اللي عندك، اللي هي طبعا إيكونومي أو سبورت أو نورمال. فعلاً ما عم بقدر أحدد مين اللي قيادتها أمتع، بس أكيد إنه قيادة الكامري بالسرعات داخل المدينة بالسرعات العادية عم تكون أسلس شوي. بس صوت هذا المحرك برجع بقول فعلاً صوته كتير حلو. الكامري سبورت 2018 عم تيجي مزودة بمحرك 3.5 لتر V6 عم بيولد 298 حصان و 356 نيوتن متر من العزم. ومثل ما قلت بالتقرير الكامل عن الكامري قبل هيك، مع الشاسي الجديد للكامري فعلا عم تقدر تعطيك قيادة ما بتتوقعها من سيارة كامري أبدا. فعلا هي قيادة فيها إحساس رياضي، وغريب انه عم بقول متعة من سيارة كامري. وطبعا مع وضعيات القيادة الثلاثة اللي عنا اللي هم ايكو ونورمال وسبورت، عم تقدر الكامري انه تعطيك اعدادات ووضعيات للمحرك والجير وحتى المقود لحتى تتناسب مع وضعية القيادة اللي انت مختارها. فعلا هذا محرك الـ V6 روعة بالكامري.
بالنهاية راح تضل كل من الأكورد والكامري من أهم الخيارات بفئة السيدان المتوسطة. الكامري 2018 بتصميمها اللي عم بيعطيها هذا الطابع الرياضي الأكبر وبعمليتها وسمعتها المعروفة بأسواقنا وسعرها، هي راح تكون من أهم الخيارات اللي ممكن تعتمد عليها بفئة السيدان المتوسطة. ولكن كمان الأكورد بتصميمها الجديد الأنيق اللي عطاها شوية لكجري وهي المواصفات العالية اللي عم تيجي فيها، هي مش بس منافس قوي للكامري بل برأيي الشخصي هي عم بتكون منافس قوي لبعض السيارات الألمانية بهاي الفئة. انتو كمان خبروني اي من السيارات عجبتكم اكتر، اتركولي تعليقات تحت الفيديو وقولولي شو عجبكم اكتر بين التصميم الخارجي الداخلي المواصفات الموجودة على كل من السيارتين. وبتمنى ان تكون عجبتكم تجربتي لليوم وبشوفكم بتجارب قادمة ان شاء الله.